كابتن كبير كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق. كابتن طارق مشرف ومنور حبيبي يا كريم، زي حضرتك اورق. اكيد زعلان النهارده من الاداء. والله جدا صح؟ جدا جدا يعني جدا جدا جدا. ليه بقى ليه ظهرنا من وجهه نظرك بالشكل ده النهارده؟ الثقه في النفس الزياده. ايوه رايحين احنا ناخد البطوله هناخدها، فوجئنا باداء سيء جدا وبشكل سيء جدا. اللعيبه مطمنه جدا للماتش. في حاجتين تاني برضو الناس لازم تبقى فاهمهم كويس، ودي مش مبرر بس هي الاساس عندي الثقه في النفس الزياده عن اللزوم. في حاجتين تاني مهمين جدا. الرطوبه العاليه جدا اللي اللعيبه ما عملتش حسابها. ولا المدير الفني عمل حسابها. ملعب فيليكس ده كريم من الملاعب الصعبه جدا جدا في اللعب عليه. خد بالك الارضيه اللي تحت الارض النجيله دي ارضيه رمله. فتقيله جدا في الجري. وده بيبقى علينا احنا بس يا كابتن طارق ولا على المنافس كمان؟ ما هو انت مش متعود الملعب ده خالص، انت يعني ممكن يكون المنافس ملاعبهم يعني برضو موزمبيق اغلبيه اللعيبه محليه. واغلبيه اللعيبه مش محترفين في احسن انديه في اوروبا. انت عندك كل لعيبتك بتلعب على ملاعب بساط. مصطفى، محمد صلاح، تريزيجيه، مرموش، زيزو، حتى ملاعبنا هنا مستوى الملاعب بالنسبه للملعب ده لا ده ملاعبنا فيرست كلاس قوي 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 قوي. دول نقطتين مش مبرر. الاداء كان سيء جدا. كل اللعيبه باستثناء واحد في الفرقه اوت اوف فورم. يعني احسب كده من اول الشناوي لحد قبل مصطفى محمد. كله لو هندي درجات مش هيعدوا 2.2 من 10. الوحيد اللي كان عنده يعني روح. هي روح. انا عارف انت عايز تقول ايه بس نسميها روح. روح وحماس. يعني مش هقول الكلمه الثانيه. انا فاهم. مصطفى محمد هو مصطفى الوحيد. محمد الوحيد صح. الباقي كله كريم حتى نجمنا الكبير يعني اللي انا يعني ما ينفعش يعني ما بحبش انتقده او مش ما ينفعش ما بحبش انتقده لان محمد صلاح ده بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا. لا لعب يا كابتن طارق مباراه النهارده غير جيده زي كل اللعيبه. وانا كنت لسه بقول بالمناسبه يعني عشان الناس تقعد تقول لك ايه المقارنه. انا اسف والله بس المقارنه الساذجه دايما بعتبرها مقارنه ساذجه جدا. يقول لك ايه ما هو بيلعب مع ليفربول احسن ما بيلعب معانا. ما هو في ليفربول برضه ليه مباريات سيئه يعني هو مش بيلعب كل المباريات حلوه مع ليفربول. فالنهارده واحده من مبارياته غير الجيده مع منتخب مصر زي كل اللاعبين بتحصل. الله ينور. وبعدين الفرقه كلها كانت وحشه مش هو لوحده. صح. عشان برضه ما نحملش محمد صلاح كل حاجه. بالظبط. لان في الاول وفي الاخر محمد صلاح فرد من 11 لعيب. صح. المفروض ان هو بيعمل معانا الفارق وبيزودنا بيعلينا قوي. انما في الاول وفي الاخر محمد صلاح بيتمسك بواحد وباثنين كريم. واحنا النهارده لعبنا بيه غلط. صح. من وجهه نظري الشخصيه. صح. الراجل النهارده بيلعب 4-4-2 صريح واضحه من اول الجيم. محمد صلاح بيلعب فيرو الثاني جنب مصطفى محمد تحتيه شويه. محمد صلاح لما بيستلم في قلب الملعب بتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه له يا كريم. محمد صلاح يا جماعه جناح ايمن طول عمره. حتى كلوب لما بيلعبوا فيرود بتبقى النتيجه خلصانه 2 ولا 3 وبيبتدي يريح الفيرود ويديله هو بقى ايه ان هو بيبقى الفرقه بتهاجمك بكل قوتها وبيديله هو بيبقى عنده مساحات في الهجمات المرتده ان هو ما يرجعش نص الملعب ويبتدي ياخد السرعات بتاعته. صح. ينقل الفرقه. صح. بشكل كبير جدا ويروح انفرادات. لما ان محمد صلاح يبتدي فيرود او 9.5 النهارده جنب مصطفى محمد صلاح مش هيديك بالشكل اللي انت عايزه واللي انت منتظره. انا كنت متوقع ومصر كلها كانت متوقعه ان مستر فيتوريا النهارده يلعب 4-3-3. مستر فيتوريا النهارده بيلعب 4-4-2. زيزو جناح ايمن، تريزيجيه جناح ايسر، محمد صلاح ومصطفى محمد. رغم ان هو ما بيعملش كده كتير يعني هو الطبيعي بتاعه ان هو مثبت 4-3-3 وساعات بيعمل اللي انت بتقول عليه ده بقى ان هو ساعات يدخل صلاح في اثناء اللعب كمان. عارف يا كريم انا لو انا عايز اهاجم الفرقه دي والعبها بشكل هجومي الاعب اللعيبه اللي هي ذو صبغه هجوميه. عندك فتوح، عندك عمر كمال، عندك في نوعيه لعيبه، عندك مش يعني عندك ابتدي بامام عاشور مفيش مشكله بلعب بتمانيتين وسته صريحه. انما حتى كريم التغييرات اللي نزلت النهارده امام عاشور
ثلاث كور او اربع كور لمسهم كلهم ميس باس. عمر كمال حاله غريبه، انه كل كوره يعدل على الشمال ويعمل كروس باس بالشمال. كلنا قلنا كده والله، كلنا قلنا كده واحنا بنتفرج، قلنا انت ليه مصمم عليه؟ يعني الشمال دي في مواقف صعبه هترفع بالشمال، بس هي جايه على يمينك بتوديها على الشمال ليه؟ انت اوريدي رجلك اليمين الاساسيه بتاعتك. صحيح. اللي هي اصلا انت متمرس بيها وبتشتغل بيها طب ليه يعني عدت كام اوفر عمله عمر كمال عجوا واحد رجليه الشمال؟ كل الكور اللي جت عمر كمال عجوا واحد كان بيلعبها برجليه الشمال. كوكا ملحقش او ما يعني، بس ساهم يعني ساهم في الكوره بصراحه بتاعه ضربه الجزاء دي، لمسها لمسه حلوه مش محمد. مختلف مش مختلف يعني اقصد على الاقل كان له تاثير يعني. احنا ليه بنقول الكلام ده كريم؟ احنا زعلانين منهم لان احنا منتظرين منهم اكتر من كده. صح. منتخب مصر قوي جدا. ايوه. افراده قويه جدا. أيوة. يا جماعه افراده قويه جدا جدا. أيوة. جدا. ايوه. اي حد قبل البطوله كريم بيقول منتخب مصر رايح ياخد البطوله ويرجع. صح صح. الافراد اللي موجوده النهارده صدمه صعبه جدا. صحيح. خاصه كمان ان احنا اتحطينا في موقف صعب قوي بعد فوز كفاردي على غانا. مظبوط. خد بالك الامر صعب جدا عليك انت. صح. عندك الماتش الجاي غانا. بلغه الكوره انت يا تروح يا تقعد. لا هو بصراحه اللي هيكسب الماتش الجاي سواء منتخب مصر ان شاء الله هو اللي يكسب او منتخب غانا بقى فرصته كبيره للصعود مع كاب فيردي، والتاني بقى هيدور على المركز الثالث انه يصعد احسن توالد. فاللي هو اصبح ماتش غانا دوت مصيري 100%. واللي جننك حطيت نفسك في موقف صعب جدا. صح. وحطيت نفسك في 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 حزب بيرما. انت اصلا منتخبك واسمائك والافراد اللي موجوده معاك بعيده كل البعد انها تحط في الموقف ده، ولا المنافس اللي النهارده يخليك تتحط في الحسبه دي. انت بتلعب مين برضو يعني؟ حد قال لك ايه ما احنا اتغلبنا من المنتخب النيجيري اول مباراه للبطوله اللي فاتت، بس اسمه منتخب النيجيري، لكن انت ليه تتغلب من موزمبيق او حيرنا؟ وانت الطبيعي ان انت لما تقابل موزمبيق ان انت لا كريم مش هنهزر. صح. بجد مش هنهزر. اللي يقول لك الكلمه دي يقول له ما تهزرش. يعني بجد ما فيهاش دي ما فيهاش كلام يا جماعه. ده في الكوره عطاء. صح. الكره في الملعب مش مختلف معاك، انما لا في فرق اسماء وفي فرق كواليتي وفي فرق لعيبه وفي فرق امال يعني امال هنا عمالين نتغنى باللعيبه دي بقى ونقول ميسي وكريستيانو ونقول ونطلع في الاستوديوهات نقول كلام شعر على الفاضي يعني. وهم لا وهم عشان انت قلت كلمه مهمه جدا يا كابتن طارق، هم لعيبه فعلا عظيمه ولعيبه رائعه، واحنا زعلنا ان هم لعيبه رائعه ولعيبه عظيمه. انت عارف لو هم جيل مثلا مش جيد هنقول ما هو ده منطقي، ما احنا عندنا جيل وحش، ما الكواليتي عندنا سيء، لكن احنا اللي مزعلنا قوي النهارده لا انتوا جامدين جدا فما ينفعش تظهروا بالشكل ده. ما عشان كده بقول لك كده يعني احنا مش بنتغنى كده يعني، مش بنطبل لحد ولا بنطبل للعيبه دي ولا بنقول لهم انتوا كويسين وانتوا مش كويسين. صح. لا ده فعلا اللعيبه دي كويسه. صح. طب كابتن طارق لو سالتك شايف ماتش غانا التغييرات اللي المفروض تحصل في التشكيله تكون مين؟ والله لخبطوني يا كريم. والله لخبطوني. خد بالك مصر كلها قبل الجيم كله قال لك التشكيل ده هو اللي هيبدا، وتشكيل حلو زي الفل مع الاختلاف ان مثلا انا ابقى مختلف معاك في وجهه نظر في العيب مثلا انت حد يقول لك حد يقول لك فتوح مكان حمدي، حد يقول لك امام عاشور مكان زي يعني مثلا سهله يعني وكلهم شباب يعني كلهم حلوين يعني وكلهم امكانياتهم عاليه جدا. صح. كلهم لعيبه جيده ولعيبه بس يعني انا لما اجي اقول مثلا ان الراجل غلط لا هو الراجل غلطته الوحيده حاجه واحده بس ان هو لعب صلاح جنبها مصطفى محمد في جيم زي ده. دي الحته الفنيه. صح. من وجهه نظري الشخصيه. صح. اللي غلط في جيم زي ده. مزبوط. هو عايز يهاجم زياده، هو عايز النقطه الثانيه برضو الغلط عند الراجل يا كريم عشان برضو يبقى انا كملت الحته الفنيه كلها ان انا فاتح الجيم على نفسي. خد بالك يا كريم انت الملعب ده في الرطوبه دي في الجو في الاجواء اللي موجوده هناك اللعيبه الشوط الثاني مش قادره. اقول لك حاجه كابتن طارق كنت لسه بقولها من شويه قبل ما تخش معانا تمام. فضل. الناس كلها والصحفيين واحنا وكل الناس يا سلام على فيتوريا وعلى الشكل الهجوم اللي بيقدمه مع منتخب مصر ده، احنا كنا بنعاني مع كيروش وكوبر وكان الدفاع كان مع كيروش وكوبر كان حاجه عيب، فالراجل فعلا خد النهارده مخاطرات هجوميه كبيره جدا وزي ما انت قلت فتح الملعب، ومباراه افريقيا تحديدا سواء في ملعب زي ده او مش ملعب زي ده انت الدفاع اولا وبعد كده الهجوم. كل انجازاتنا التاريخيه مع منتخب مصر من ايام الكابتن محمود الجوهري كنا بندافع اولا بشكل جيد جدا وبعد كده نشوف موضوع الهجوم ده. لا وهقول لك على حاجه، انت ممكن تهاجم كويس. صح. بس ما ينفعش يبقى الجاب بين السيرت باك والفيرود 80 متر 70 متر. صح. يعني كريم النهارده
الجونين اللي جون فيك غلطات من ان السرد باكات واقفين على اخر الدايره بتاعت نص ملعبك. صح صح. فده مسافه كبيره جدا، لازم اللعيبه دي على خط الدايره بالظبط. اه ولا لعيبه وسط حاميينهم ولا باكات حاميينهم، هم انت منك للمهاجمين موجود في قلب الاثنين السرد باكات، وزيزو بيهاجم وحمدي فتحي بيهاجم ومحمد صلاح بيهاجم وتريزيجيه بيهاجم. صح. انا اول مره شفت تريزيجيه مش قادر يرجع. صح. اول مره في حياتي شفت تريزيجيه مش قادر يرجع. تريزيجيه اللي كان بياخد الملعب في كوره النهارده اللي هو حب يعدي من ناحيه الشمال دي يا كريم، والواد عمل تاكلينج عليه وشالها من قدامه. لا تريزيجيه بيرقص اي حد في الحته دي. صح. بيرقص. صح. اي حد. كابتن طارق، يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا المباراه اللي جايه. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. ربنا يا رب باذن الله يعوضنا اللي حصل النهارده برجوله من اللاعبين ان شاء الله.